بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم قناة جوار السويس، جولة جديدة عند أسماك الصياد، تشكيلة فريدة ومتنوعة، وإن شاء الله هعرضها لكم سمكة سمكة. جمهور حبيب بيتفرج على الاستاكوزا. سمك قرش وطبعا فول حبيبي وهامور، وفي صوبيا وسمك بياض، وفي استاكوزا السوداء، وفي قروش زي ما احنا شفنا، وفي رقاب، وفي سمك موسى، وسمك مرجان مآتة، وكشر قنوس، وكشر أبو وردة. وننتظر لما الحاج سيد يخلص البيعة. صباح الفل أبو السيد، أنا سايبك براحتك مع جمهورك على ما تشوف، بس يا رب إيه تراعيهم شوية زي ما بتراعي الناس كلها. طيب صباح الفل يا حبايبي، أهلا وسهلا. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. الله يحفظك. اخبارك ايه والسوق معاك ايه؟ طبعا انا هستنى لما الناس تتسوق وابدا اتناقش معاك بقى بايه في الجوده والاسعار، ونكمل يا عبد الله الفرش الاول، بعدين نشوف الاسعار مع بعض. في فرهودي، حديد فرهودي، وفي شعور يا جماعه ربنا يبارك له فيهم، وفي استاكوزا. وفي رقد، وفي هامور كبير، وفي هامور يعتبر برضو كبير، وشويه صنباء على لوكس. تمام يا عبد الله، نبدا مع بعض بقى نشوف الاسعار. السوبيا بكام؟ 130. القروش قرش ابو دقة 65. ابو دقة يا جماعة. وسمك موسى ودي استاكوزا السوداء. الحجم ده كم في الكيلو يا حمام؟ ستة لخمسة. من ستة لخمسة. والبياض؟ البياض ده لسه جاي النهارده عم احمد بص. بكام؟ ده عامل 60 بس. ده آلية وشوربة. آلية وشوربة وسجارة. مش كده؟ البياض ده ما تلقاش الا عند الصياد بس. فص أبيض، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. سعره كام بقى أهم حاجة؟ 60. حلو يا جماعة. 80 جنيه وما زادها. 60. واهم حاجه بقى هات لي المرجانيه الحمراء دي كده. بتكلم العرض كده. بص يا جماعه المرجانه ما تاخدش غير اللون ده يا جماعه. صح يا عبد الله؟ صح يا عم احمد. ما كانتش اللون ده ذهبي ومزهزه ما تشتريهاش. بكام المرجان الكبير ده؟ المرجان ده عامل 150. ب 150. واللي اصغر منه؟ 120. 120 يا جماعه. لو الكشري فلوس وورده؟ الكشري عامل 110. 110. ده ابو ورده. تمام. ده الفانوس. والفانوس يا جماعه. الحريد؟ الحريد عامل 70. كم؟ 70. فرودي احمر بتاع 90 جنيه. ده بتاع التصدير يا جماعه. ده بتاع التصدير. الجماعه الخلايجه يعشقوا الفرهود. الاستاكوزا بكام النهارده كيلو؟ الاستاكوزا عامل 600. السمك عليه البياض ده ما يعلى عليه. فص ابيض ملوش حل عشان السمكه. بكام قلت لي؟ كيلو عامل 600. كيلو 600. الاستاكوزا الصغيرة. البياض ده يا جماعه اقلي منه. هو حتى الطبيعي ده انا بقول ب 60 حط. الاستاكوزا دي يا عم احمد يا
الاستاكوزا دي حبيبي على عرض ب 220 جنيه 220 هاي بقول لك ايه ما تنجز لنا في الكذا بالمره بقول لك القرش ده انا اعرف تظهر ولا مش هظهر منين هقول لك بقى تعالى حبيبي انا بقى قناه جارتي تعالى اتفضل سيبه استنى انت استنى انت وبعدين دي ما القرش بالذات القرش بالذات حط صبعك جوه هنا ايوه وشمه اذا لقيته ريحه نشادر او جيفه ما تاخدهاش خلي حط صبعك اتاكد بص بقى مؤاخذه شم ريحه البحر اذا ما كانتش ريحه البحر فيه بلاش يجيب تسمم فالحمد لله بعد كده في حاجه تبقى زي الزلطه كده عندي على القناه الحمد لله كل مواصفات الجوده هتلاقيها شكرا جدا الله يخليك اطلع لك واحد كبير من جوه الشيف كام كيلو عايز القرش ولا بياض يا جماعه يعني النهارده اكله السوق النهارده البياض ده يا جماعه وعند احمد الفرودي دي على عليه الفرودي ده خش على على جوجل ان ده بالتصدير شوربه وقليه ده غير البغبغان الاخضر ده الفرودي اللون ده واحد في البلد الفرودي بكام يا سيد ب70 بس ب70 على القناه بيتباع ب 100 جنيه انا بجيب ب70 القناه ليها دلال عليك ولا انت ايه ولا نزعل لا لا ما بيجيبهم كام السكر 280 قال ممكن برضه شوفها شوف لك ايه الرأس بكام يا عبد الله الرأس عامل 55 وكم ب 50 قول 50 50 يا عم ايوه كده انا عايز اتدلع عليك والشعور بكم الشعور عامل 120 بس 120 بيتباع في السوق ب 140 ما انا قلت لك بيتمرر زبون بيلف أنا هو اللي يحكم ب 120 جنيه بس ماشي الهموره الكبير بكام الكيلو فيها ب 100 جنيه بس ب 100 جنيه بس عشان كبيره كل ما الحجم يكبر كل ما السعر يا جماعه ينزل الكيلو في فواكه البحر ده ب 30 ب 30 صح يا؟ اه كله صح انا برضه يا جماعه لازم نتاكد ان هي صح صرباء ولوكس 65 ب 60 جنيه لك يا جدع ب 60 هتاخد بقى ب 60 بقول لك ايه ما تاخدش شغل بقى كده يا سيد انا لو فيت الفيديو ربنا يوسع رزقك اسمك الصياد يا جماعه